أهلا بيكم في سادس حلقات سلسلة تاريخ مصر القديم. هنتكلم فيها عن أسرتين اتجاهاتهم العقائدية صارت نحو تقديس معبود الشمس رع. بنوا حوالي 15 هرم، حقيقي مش أهرامات عملاقة ولا تقارن كبناء بأهرامات الجيزة، على العكس معظمها منهار أو مغلق والباقي مش في أحسن حالاته. لكن في حوالي 8 أهرامات يعتبروا البوابة اللي دخلنا منها أفكار ومعتقدات المصري القديم الدينية. ظهر على جدرانها متون الأهرام، وهي عبارة عن نصوص بالخط الهيروغليفي منقوشة على جدران وأعمدة حجرات الدفن. أهميتها بترجع إنها أقدم نماذج للنصوص الجنائزية في مصر القديمة، وكمان بالتأكيد هي ما نشأتش مرة واحدة أو اتألفت في عصر واحد، فهي كده بترجع لعصور أقدم. 759 تعويذة موجودين في 5 أهرامات لملوك و3 أهرامات لملكات. لو أول مرة تسمعني، أنا خلود الجمال، دكتوراه في الآثار المصرية. أتمنى حضرتك تدعمني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. بتحكي بردية واستقارة عن كلام أحد السحرة للملك خوفو، بيقوله إنه هيتولى عرش مصر 3 ملوك إخوة هيكونوا أبناء لمعبود الشمس نفسه. وقتها انزعج الملك خوفو، لكن الكاهن طمنه ان الكلام ده مش في عصر ابنه ولا احفاده وهيكون في عصور لاحقة. نقدر نسميه نوع من الدعاية السياسية للملوك، اختلاق قصة انهم من نسل المعبودات علشان يسيطروا على الحكم باسم الدين. وفعلا بتتحقق النبوءة، وبتبدأ الاسرة الخامسة بالملك وسركاف اول ملك يبني معبد لمعبود الشمس رع. والكلام ده مش معناه انها بداية عبادة رع، لكنها بداية بناء معابد باسمه. بنى وسركاف معابد الشمس في بوصير، عاصمة الأسرة الخامسة، معابد مفتوحة للسماء كعادة العمارة الخاصة بعبادة الشمس. بنى مجموعته الهرمية في الشمال الشرقي من سور مجموعة زوسر، أطلق على هرمه الهرم المخربش، وده بسبب شكله الخارجي. ارتفاعه الأصلي 49 متر، طول كل ضلع من أضلاعه 73 متر. تم بناؤه من كتل من الحجر الجيري، وعثر على بقايا من كسائه الخارجي من الحجر الأبيض. هرم وسركاف جزء من مجموعة جنائزية كبيرة بتضم معبد جنائزي، هرم للطقوس، مكان للقرابين، وهرم منفصل ومعبد جنائزي لزوجته. المعبد الجنائزي لسركاف وهرم العبادة وهرم الملكة حاليا كومة من الأنقاض وصعب نتعرف عليهم، لكن المجمع ككل بيختلف بشكل ملحوظ عن المعهود من الأسرة الرابعة، سواء فن العمارة أو المكان نفسه، تغيرات عميقة في فكر حكام الأسرة الرابعة والخامسة. في المتحف المصري محفوظ رأس تمثال الملك أسركاف مرتدي التاج الأحمر ومصنوع من البازلت الأسود. ذكرت برتية تورين أنه حكم 7 سنين بس. تولى الملك ساحو راعي الحكم بعد وفاة وسركاف، اختلفت الآراء هل كان ابن ليه أو أخوه. حكم ساحو راع طبقا لحجر باليرمو 14 سنة، لكن بردية تورين ذكرت 12 سنة، ومانيتون ذكر 13 سنة، لكن واضح إنها فترة متقاربة. ساحو راع من ملوك مصر المحاربين، عثر على نقوش للملك بالتاج الأبيض على لوحة بيضرب الأسيويين ومحاولة لتأمين حدود مصر من الشمال الشرقي. كمان ظهر النشاط العسكري على نقوش معبده في بوصير. ظهر أمراء من قبائل الصحراء الغربية وعائلاتهم في هيئة استسلامية للملك، وصور لمصادرة جيوش الملك لمواشيهم. اتسعت اتصالات مصر التجارية، ظهر عدد من المراكب البحرية الكبيرة محملة بالرجال والحيوانات ومنتجاتها من فينيقيا وفلسطين. وكمان حجر باليرمو ذكر ان ساحو راع قام بحملة في اواخر حكمه لبلاد بونت، وعاد محمل بالروائح العطرية الذهب الابانوس، وصور كل ده على معبده في ابو صير. اول عمل قام بيه ساحو راع بناء المعبد العظيم في منطقة ابو صير، نموذج مثالي لمعابد ملوك الاسرة الخامسة، معبد محمول البهو على اساطين من الطراز النخيلي. اهتم فيه بالتزيين بالمناظر والنقوش، واللي عرفنا منها نشاط ساحو راع الداخلي والخارجي. اهتم بالمحاجر، منها محاجر الحجر الجيري في ترى
ومحاجر الديوريت في أبو سمبل. أما هرم سحورة في أبو صير ارتفاعه الأصلي 47 متر، طول كل ضلع من أضلاعه 79 متر، طرازه الهرم ذي الطبقات، يعني نوال الهرم من الداخل من حجر جيري صغير، بعدين 5 أو 6 طبقات من حجر غير مصقول بيقل حجمها كل ما نبعد عن النوادي، بعدين بيتم تغطية الدرجات بالرمل والحصى، وبعدين بيعمل كسوة خارجية من الخارج من حجر جيري من نوع جيد. وعلى عكس بناء الهرم، تم الاهتمام ببناء معبد الوادي والمعبد الجنزي ومعبد الشمس بشكل أكبر، استخدم مواد مختلفة، حجر جيري، جرانيت، بازلت، واهتم جدا بالنقوش والمناظر بشكل خاص. الملك نفر إير كارع ثالث ملوك الأسرة 5 تولى الحكم بعد وفاة ساحورة. أغلب الآراء بتقول أنه أخوه، وكان آخر ملك تم ذكره على حجر باليرمو، واللي أعطت له مدة حكم 10 سنوات، لكن المؤرخ مانيتون ذكر 20 سنة. أثاره بتدل على أنه اهتم بالشأن الداخلي عن الشأن الخارجي. ذكر حجر باليرمو أنه قدم عطايا وهبات للمعبودات، خاصة التسوع المقدس، وقدم قرابين لرع وحتحور، واهتم جدا بمعابد المعبودات، وأصدر مراسيم لحكام الأقاليم للمحافظة على حقوق المعابد. يبدو أنه كان محبوب من رجال بلاطو، وده ظهر في نقوش مقبرة أحد رجاله رع وير، اللي بيضرب فيه المثل بحسن المعاملة. هرم في أبو صير هو أكبر الأهرامات هناك، ارتفاعه الأصلي حوالي 70 متر، وطول ضلع قاعدته 105 متر. اتبنى بنفس طريقة هرم ساحورة، طريقة الطبقات. باقي أجزاء مجموعته الهرمية ما اكتملتش، وفي أجزاء تم إكمالها في عصور لاحقة. حكم بعده شيبس كارع، بعض الآراء بتذكر أنه حكم 7 سنين، في حين آراء تانية بتذكر أنه حكم شهور بسيطة، وده استناد لبعض النصوص الأثرية، لأن هرم في أبو صير ما اكتملش. وفي دراسات بتذكر أن حصل نزاع بينه وبين نفر إير كارع، لأنه كان شايف أنه ابن ساحورة وأحق بالحكم منه. الملك نفر إفراع خامس ملوك الأسرة 5 تولى الحكم بعد وفاة الملك شيبس كارع. المعلومات عنه تكاد تكون معدومة. عثر على أطلال هرمه الغير مكتمل، وتمثال بيمثله جالس على عرشه. حكم بعده الملك نيوس الرع 30 عام، أنشأ هرمه بين هرم ساحورة ونفر إير كارع في أبو صير. ارتفاعه الأصلي 52 متر، مبني من الحجارة وسقفه من الجرانيت. أنشأ معبد للشمس في كوم غراب شمال سقارة، وامتلأت جدرانه بالنقوش اللي بتتكلم عن حروبه في سوريا وعلى الحدود الغربية. ومن نقوش معبده كمان أقدم رسم الاحتفال عيد الست، وده الاحتفال اللي بيقيمه الملك احتفالا بمرور 30 عام على حكمه. تولى الحكم بعده الملك مينكا وحور، حسب بردية تورين حكم 8 سنين. ترك أبو صير وانتقل لسقارة وبنى هرمه فيها، لكن برضو أنشأ معبد للشمس في أبو صير. ومن بعده حكم الملك جيت كارع 32 عام. في آراء بتستند لسجلات الضرائب اللي عثر عليها في معبده الجنزي، وبتقول إنه حكم 42 عام. هرمه في سقارة أطلق عليه الهرم الشواف، قام بعدد من الحملات على النوبة، لكن عهده كان بداية الحكم الذاتي للأقاليم وبداية ضعف الحكومة المركزية. وآخر ملوك الأسرة 5 وأشهرهم على الإطلاق هو الملك ونيس أو أناس، وده لأن هرمه احتوت جدرانه على متون الأهرام، نصوص بتساعد المتوفى على تجنب الصعاب اللي بيواجهها في العالم الآخر. انخفض في عهده نفوس كهنة رع، وارتفع نفوذ أوزير وبتاح. الملك ونيس ما سابش وريث من الذكور للعرش، وبالتالي انتقل الحكم للملك تيتي عن طريق زواج أحد بنات الملك ونيس. معظم الباحثين اتفقوا أن الملك تيتي اكتسب شرعيته للحكم بعد زواجه من الأميرة إيبويت ابنة الملك ونيس، وأنه كان وافي ليه وأتم بعض منشآته اللي توفى قبل ما يتمها. اهتم بالمعبود بتاعه وكهنته على حساب كهنة رع، أنشأ جبانته الملكية في سقارة، ومن أهم المقابر اللي بترجع لعهده مقبرة الوزير مروروكا اللي بتحوي مناظر ونصوص مهمة، وكمان الوزير عنخ ماحور. هرم تيتي ارتفاعه الأصلي حوالي 52 متر، وأهميته بترجع لنصوص الأهرام اللي على جدرانه الداخلية، وده كان الهرم التاني ما
بعد هرم ونيس اللي بيحوي متون الأهرام. بيشير المؤرخ مانيتون إن الملك تيتي اتقتل على إيد حراسه، وفي بعض الآراء بتقول إنه اتقتل نتيجة نزاع بين كهنة رع وكهنة بتاح. قائمة أبيدوس هي القائمة الوحيدة اللي بتذكر الملك وسر كرع كتاني ملوك الأسرة الستة، غالبا سقط في القوائم التانية علشان قصر مدة حكمه، مفيش نشاط معماري واضح ليه، وربما كان مختصب للعرش. لكن فترة الاستقرار والازدهار في تاريخ الأسرة الستة كان في عهد الملك بيبي الأول اللي كان عليه يستردي كهنة الشمس اللي نفوذهم كان مازال قائم، بجانب قوة كهنة المعبود بتاح اللي نفوذهم كان في ازدياد بداية من الأسرة الستة. بنى هرمه في سقارة وجدرانه كان عليها متون الأهرام. أقام عدد من المعابد في أماكن كتير زي أبيدوس ودندرة، وعاصر ليه على عدد من التماثيل المصنوعة بإتقان. من السيرة الذاتية لقائد جيش ويني المسجلة على جدران مقبرته في أبيدوس بنعرف إن الملك بيبي الأول أرسل حملات لتأديب المتمردين في الجنوب. كمان بنعرف عن مؤامرة حصلت في القصر الملكي للإطاحة بالملك، وكانت إحدى زوجاته ضليعة في المؤامرة. بنعرف كمان من نصوص ويني إن الملك صاهر إحدى عائلات الصعيد القوية لما أدرك ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، وأنجب خليفته على العرش الملك مري إنرع. المصادر بتشير إنه اشترك مع والده في الحكم، وصار على نهجه في التوجه للجنوب وحماية الحدود، لكنه أعطى صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم. عاصر على هرمه الغير مكتمل جنوب سقارة، ومعظم أحداث عصره عرفناها من مقبرة حير خوف اللي قام بأربع حملات استكشافية بأمر من الملك مري إنرع. خلف الملك مري إنرع في حكم البلاد الملك بيبي الثاني اللي تولى الحكم وهو مازال طفل، وطبقا لبردية تورين حكم 90 عام، وذكر مانيتون انه حكم 94 عام، ودي اطول فترة حكم في تاريخ مصر القديمة. الفترة الطويلة ادت لضعف الحكومة المركزية وازدياد نفوذ حكام الاقاليم. النصوص اشارت انه قام برحلة تجارية لبلاد بوند وبعد الحملات التأديبية للجنوب. عاصر على هرمه جنوب سقارة، كمان وجد 3 اهرامات لزوجاته. خلفوا على الحكم ابنه مري إنرع الثاني فترة بسيطة حوالي عام زي ما ذكرت بردية تورين، علشان تختتم الأسرة الستة بالملكة نيت إقرت اللي دار حواليها عدد من الأساطير إنها انتقمت لقتل أخوها اللي كان مفترض يتولى الحكم، وإنها ماتت منتحرة بعد كده. وبنهايتها انتهت الأسرة الستة وانتهى معاها الدولة القديمة.